سيد إبراهيم، هل هناك فرق في تعاطي الحكومة الحالية مع هذا الأمر بالتحديد وهو المعاملة الربوية في البنوك وبين حكومة عمران خان في هذا الأمر؟ في الأصل قد يقال بأن المحكمة الشرعية أصدرت القرار ضد البنوك أو المصرفية الربوية في دور عمران خان، لكن الأمر ليس هكذا. تلك الحكومة ما كانت لها علاقة أو ما كانت لها الشوق بترويج وترويج الأمور الإسلامية في باكستان، حتى لو كانت لا نصبوها. هذا هناك عندنا في باكستان الحزب الإسلامي يسمى عندنا بجماعات إسلامية، فهذه هذا الحزب وهذه الجماعة هي كانت متقدمة، هي كانت الأفراد وكذلك الزعماء والوكلاء لهذه الجماعة وهذا الحزب كانوا متقدمين في هذا المجال. وأقول بأن الإشادة هي ترجع إلى هذه الجماعة وإلى هذا الحزب، لا الحكومة السابقة.